أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا فيكم بحلقة خاصة من برنامج تيلي شو. لقاء اليوم ما صار بتاريخ البرامج التلفزيونية، رح نستضيف اليوم ضيفين على الهواء مباشرة. بس وين التميز بالموضوع؟ الضيف الأول من الزمن الحاضر، والضيف الثاني هو نفس الضيف الأول بس من سنة 2011. رحبوا معنا من آلة الزمن عبد الباري عطوان 2011، ومن لندن عبد الباري عطوان 2022 برو ماكس، اللي رح نناقش معهم 11 سنة من الثورة السورية. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. بنبدأ معك سيد عطوان 2022 برو ماكس، هل ما حدث بسوريا مؤامرة أم ثورة؟ عندما يعني بدأت المؤامرة على سوريا كانت هناك 70 دولة تحارب في سوريا. 70 دولة. 70 دولة؟ يا رجل، إذا الفيفا لما قررت ترفع عدد المنتخبات ل 48 ببطولة العالم اشترطت أنه تكون البطولة على دولتين، فسبعين دولة رح تسع بدولة واحدة؟ أستاذ عبد الباري 2011 أكيد سمعت هالكلام، هل بالفعل هي كانت مؤامرة كونية؟ لم يتم تدخل خارجي في سوريا، وهذا شيء جميل جدا. الثورة التزمت بطابعها السلمي. طيب أستاذ عطوان برو ماكس، شو رأيك بتدخل إيران وحزب الله لمساندة النظام لقمع المظاهرات؟ يعني القوات الإيرانية الموجودة في سوريا ما جاتش للنزهة، يعني هذه القوات جاءت من أجل أن تدافع عن سوريا في وجه مؤامرة. يعني مصر إنها مؤامرة. طيب على حسب كلامك معناها قوات درع الجزيرة عم تدافع عن البحرين بوجه هي المؤامرة؟ في البحرين صارت القصة مختلفة. طبعا أرسلوا قوات على البحرين عشان يدعموا النظام ويعززوا قمعه للمظاهرات وللاحتجاجات، وكانت سلمية. السيد عبد الباري عطوان 2011، مشان الله رد عليه، أيدت الثورة في البحرين ووقفت معها وألمت الآخرين أنه ما يقف مع هذه الثورة. طيب يعني هذا الشعب السوري كمان هو شعب عربي وشعب مسلم وشعب محب إلى يعني قل له يا زلمة هذا الحكي على كيف مفكر هو تنقاية يعني. طيب هلأ رح أسأله عن تدخل روسيا، ها من دون ما أشوفه رح يقول مشروع. طيب هذه قوات مشروعة زي ما روسيا، وجود الروسي في سوريا مشروع، فأيضا القوات السورية والقوات حزب الله أيضا هذه مشروعة. لازم يقدم تنازلات لشعبه ولازم يستقوي بشعبه، مش لازم يستقوي بروسيا. ينصر دينك يا أستاذ 2011، هذا الكلام المنطقي، قال عم يستقوي على الشعب بدول تانية. يعني سيد عبد الباري عطوان برو ماكس، إذا ضميرك لسه موجود لو تكرمت تحكي. لما نظام بيستعين بدول تانية لحتى يقمع المظاهرات، شو بدك الناس تعمل؟ تحفر كؤسة؟ بدأت الاحتجاجات والثورة السورية، يعني حذرت بشكل مباشر من قصة التسليح. طيب الآن مين اللي جر للتسليح والتسليح الثورة؟ هذا سؤال. فعلا هذا السؤال مفصلي وقوي. أستاذ عبد الباري عطوان 2011، هل عندك جواب على هذا السؤال المهم؟ وربما النظام يحاول دفع الناس المحتجين إلى استخدام السلاح. أنت قاعد بتجر الشعب السوري للعمل المسلح، فلا تستغرب أن تحدث عسكرة. شرف يا أبو مؤامرة كونية. إذا بشار بذات نفسه اعترف أنه ببداية الثورة كانت سلمية، فلا تكون ملكي أكثر من الملك. إيه، حصلت أخطاء بدنا إصلاح، جل من لا يخطئ، وفعلا جرى تجاوب، يعني كان هناك رغبة بالإصلاح. يس تدري شوي شوي، يعني إحنا يعني بدنا يعني نوكل عنب ولا نقتل النطور، بالتدريج. يعني بصراحة كلام منطقي، يعني كان لازم الناس تصبر شوي على النظام لحتى يلحق يعمل إصلاحات. أستاذ عبد الباري 2011، هل حضرتك بتأيد هالكلام؟ أولاً لم تتحقق كل الإصلاحات، ليش ما صارت هذه الإصلاحات؟ 40 سنة النظام في الحكومة، يعني لازم ينفجر الشارع حتى يعملوا إصلاح. عادي خيا، ليكنا نحن ما ندرس الامتحان إلا لما بيكون باقي له يوم، وطبعاً بنرسب بعدها. أستاذ عبد الباري 2022 برو ماكس، كلمة أخيرة إليك قبل ما ينتهي هذا اللقاء. الرئيس بشار الأسد أصبح أقوى من أي وقت مر. لا أدافع ولا يجب أن يدافع عنه أحد. والتف خلفه حوله الكثير من السوريين. الثقة بين الشعب وبين النظام تآكلت كثيرا، ربما اختفت كليا. الرئيس الأسد صمد لأنه تحمل، لأنه عنده إيمان بسوريا. هذا النظام قتل شعبه. الجيش العربي السوري، وأنا أصر على أنه الجيش العربي السوري، الجيش بسوريا هو جيش للنظام، يعني أكثر من جيش للبلد. يا أخوان أنت اللي بدأت. لا يا
نراكم في الأسبوع القادم. يا أستاذ يا أستاذ شوي.